انتظرونا برنامج ضحكة تايم على قناة المهرية خلال أيام العيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. انتظرونا في برنامج ضحكة تايم على قناة المهرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. انتظرونا في برنامج ضحكة تايم على قناة المهرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. الفنان حذيفة داود.